الأدية الأسبوعية للإمام علي كرم الله وجهه، دعاء يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أول كل شيء وآخره، وخالق الخلق ورازقه، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنت على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار. اللهم اجعلني من أتقائك وتلقائك من النار. اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أول كل شيء وآخره، وخالق الخلق ورازقه، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنت على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار. اللهم اجعلني من أتقائك وتلقائك من النار. اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أول كل شيء وآخره، وخالق الخلق ورازقه، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنت على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار. اللهم اجعلني من أتقائك وتلقائك من النار.